تفلاصي يا بنتي ارحميني، مش كل ما اروح مكان تيجي ورايا. ما انا بحبك يا امير. يا بنتي بتحبيني انت؟ مجنونه مجنونه بك والله. فرصتك جات يا حظ هابط. اسمعي، انا عارف انت معجبه بيا بس كده كتير بقى ما يصحش. يلا بينا على المأذون بسرعه. يا بنتي بطلي هبل بقى. هي دي البنت اللي بتضايقك يا استاذ امير؟ انت مين؟ ما تشغلش بالك انت بالحاجات دي، اتفضلي امي معايا. ايه ده، انا مش بضايق حد. ما تقول له يا امير يا حبيبي ان احنا هنتجوز خلاص. نتجوز؟ يا باشا دي هبله، خدها خدها. اتفضلي امي معايا بدل ما استخدم معاكي العنف. عنف ايه؟ انت مين اصلا؟ انا الرائد عمر الشرقاوي مباحث المسطحات يا سفله. مسطحات؟ ايوه يا ابني، ارجع لي بالبوكس بظهره. ولو اللي قول معاك مش مكفايه ابعت لي دعم. دعم ايه؟ مدرعتين على خبير مفرقعات وامن على القناصه. خلاص انت ايه؟ امير انت بلغت عني ولا ايه؟ طب والنبي قول له ان انا بنتي لسه، انا مش هضايقك تاني. خلاص خلاص يعني مش هتضايقيني تاني. لا خالص. احلفي. وحياتك. لا دي هبله يا باشا، خدها. ما هو بص يا امير، الشغل الحنين ده بيضايقنا وبيبوظ لنا شغلنا. بقول لك يا بت إيه؟ لو لمحتك في دايره عمقها 5 متر من القصاص كراره يا امك مش هيعدي. طب ولو 10 متر؟ يلا بت من هنا، يلا بت، شوف شو وشك تاني. انا بجد مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش حاجه يا استاذ امير. وسعادتك بقى بتخدم فين؟ انا خدامك يا باشا، انا مش ضابط اساسا. نعم، ما انا شفت البنت كانت بتضايق حضرتك فقلت اتدخل احل الموقف. يعني مش مهم، المهم ان انت خدمتني خدمه مش هنساها لك طول العمر. انا بقى عايز من حضرتك خدمه انا مش هنساها لك طول العمر. امير بيه، انا بطلق. جرايا يا ابو الكباتن، احنا بقى لنا ساعتين قاعدين ومفيش جديد. احنا الكلام ده ما ينفعش معانا يا شبح، والتيتا دي مش جايه من وراها اي مكسب بالنسبه ليك، وانت حابسنا في العربيه لا عارفين نشرب سيجاره ولا عارفين ننزل نعمل زي الناس. انت نزلت 50 مره تعمل زي الناس، مفيش ناس بتعمل كده. عليا الطلاق بالثلاثه، اما كنت تزودنا باكو في المصلحه دي هنقلع الشرابات ونبوظها لك. على فكره انت لسه لابس الشراب في دماغك. مش هتقولي بقى رايحين فين؟ انا عامل لك مفاجاه تحفه حبيبتي، هعشيكي في مكان من الاخر. مش فارق معايا المكان، فارق معايا ان انت سبت نبطشيتك عشاني. نبطشيتي؟ صحيح، ده انا سبت نبطشيتي فعلا، فكرتيني. ده انا حبيبتي محتاجه اكلم العسكري المراسله بتاعي علشان اطمن على المجرمين في الحجز عاملين ايه، لانهم ساعات بيعملوا بلاوي سودا. ما يلا يا رجاله لو سمحتوا بسرعه عشان ما فيش وقت. ملناش دعوه، عايزين ال 1000 جنيه. انت هتشوط لي ولا ايه؟ ايوه يا عمر. ايوه يا ابني. اخبار المساجين السفله اللي في العجز عاملين ايه؟ موجودين اهو يا عم وقاعدين وعايزين 1000 جنيه زياده. طب ما تديهم وتنجز علشان الشنكل هيخش في سقاطه. يا نهار اسوح، بقول لكم ايه، خلاص هديكم 1000 جنيه بس يلا بسرعه، الشنكل هيخش في سقاطه. مساء الخير. مساء النور يا فندم. رخص بعد اذنك. تحت امرك. اتفضل يا فندم. ايه ده، انت اسمك عمر؟ يا فندم عمر. عمر ها؟ عمر 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 يا فندم. بس رخص من ايه يا استاذ عمر؟ ما انا الحقيقه يا فندم ما كانش عندي وقت اجددها، انا اسف. طب معلش انا مضطر اسحب الرخص يا استاذ عمر. عمر؟ عمر مين؟ عمر خد مراتك واهرب. لا خد مراتك واهرب يا عمر. لا عمر مش عمر الشراوي اللي يهرب. بصيني، مش عمر الشراوي اللي يهرب. مش عمر الشراوي اللي يهرب. منورة يا هانم.
البيت منور باصحابه يا حبيبتي. انا حبيت نادين قوي على حب ابراهيم ابني ليها. اول ما وراني صورتها على فيس ما استنتش لحظه، على طول عملتها اد، وبقينا نعمل لايكات لبعض وشير، وبقينا نبعث لبعض قلوب حاميه. ميرسي قوي يا طنط. معلش يا جماعه، قبل الكلام على اي حاجه، انا واحد ام ولادها يعني مش باقي على الدنيا. ولا يهمك يا حبيبي. على فكره هما الولاد حابين بعض قوي، وابراهيم جاهز من مجاميعه، عنده شقته، ما فاضلش بس غير الاجهزه. هتنزل عروستنا تشتري كل اللي نفسها فيه، ولو مش عاجبها الشقه اغيرها. لا ليه مش عاجباني؟ ليه؟ هي عاجباني ما فيهاش اي حاجه اصلا. مش لما ابوكي يوافق الاول اتهدي بقى. يا مامي ايه يا جماعه، هو عمه بقاله 9 ساعات في الحمام ولا ايه؟ ما تشوفوه لها يكون غرق في البانيو ولا حاجه. انا بجد اسفه، اكيد هو عنده مكالمه مهمه، انا هطلع استعجله. اه يا ريت يا مامي لو سمحت. انت لسه ما لبستش لغايه دلوقتي يا شوكت؟ ومش هلبس يا كاميليا، مش هلبس. كفايه تلوى دراعي في جوازه نسمه، مش هتلوى دراعي تاني ابدا. ولزومه ايه الكلام ده دلوقتي؟ لزومه ان انا اتفقت مع الواد دوت انه يجي لي لوحده، اتفق معاه واشوف الكوت هيوافق على الجوازه ولا لا. وايه اللي حصل غير كده يا اللي شوكت؟ حصل انه جايب لامه حضرته بيحرجني. انا مش هنزل يا كاميليا، كفايه انه من طرف 7 البرومبا جوز بنتك الصغيره. في يا بابي؟ ابوكي مش موافق على الجوازه يا حبيبتي. ايه؟ انت بتعملوا فيها كده ليه؟ بصي خلقتها؟ حرام عليكم والله العظيم، يعني انا اخت صغيرتي اتجوزت قبل ايه وانا واقفه على بيتكم؟ ليه؟ بس دي ناس كانت وش؟ كان وشها فين؟ ما وشها زي ما هو. انا بموت نفسي والله العظيم، لو انا معايا دلوقتي انا بموت نفسي. ايش السلاح يطلع يا بنت كلب؟ انت شايف العند بتاعك هيوصلني هتموت نفسك؟ ما تهزيش ايديها يا كاميليا. انا معايا هات هات يا بنت كلب هاتي. انزل معايا. انا هنزل يا نادين، هنزل يا كاميليا، لكن يكون في معلومكم مش معنى نزلت ان انا هوافق، انا هنزل اقيمه واشوف. طب ممكن تلبس بقى من فضلك؟ مش هلبس، انا هنزل كده. يلا طب يلا يلا. لا يا طنط، رايحين فين؟ ما يصحش، بابي زمانه نازل. يا ابراهيم صدقني احنا غير مرغوب فينا. اهو جاهو. سلام عليكم. مين ده؟ شوكت الحجار، صاحب البيت والجاتو والشاي اللي طفحتوه ده. هو ايه اللي لابس ابوه كده نسمه؟ هو جاي قبل العريس ولا نازل يصلي الجمعه؟ ما تاخذونيش، انا قلت انزل على طبيعتي، انزل بجلابيه، ما رضيتش البس بدله مع ان الدولاب هيقع من البدل. ثم انتوا فاجئتونا بالزياره، في حاجه اسمها تليفون، امروني. ويا ترى هنامرك واحنا واقفين كده ويا تسمح لنا يريح؟ لا يريحوا. يا رب كم حرف كله. انا هخش في موضوع على طول. يا ريت، لاني ما عنديش وقت. احنا جايين شاريين بنتك نادين يا ابننا ابراهيم. ابراهيم جاهز من مجاميعه وشقته عنده، وعروسه شافتها وعجبتها قوي. ويا ترى العروسه شافت الشقه فين؟ على الموبايل يا بابي، على الموبايل. فيه انت شفت الموبايل فين يا بنت الكلب؟ شوكت مش معقول كده بقى.